من جديد لمنتخب كافيردي. ستيفن موريرا ذلك تصبح مباراة أخرى. هذا ما أثبتته المباريات. الله نعم لإكمال الطريق يا عنابي، لإكمال المشوار للإبحار في آسيا، للمضي في آسيا. كان لابد من هذا الحضور، كان لابد من هذا الحضور. لما دخل ريكو لويس وفوتيان ريكو لويس لهولون تسديد الغول يسجل باليسرى، يسجل بالظهر، يسجل لما يكون في مواجهة الحارس، يسجل بالرأس، يسجل. أنا بالمنتخب الألماني لكن صعوبة الوصول، تفكيري في التلديدة، إدارة اللي كان سدد لهذا الملعب المباراة، تلديدة قوية. الحل أمامنا عن طريق اللاعب نيني، عن طريق اللاعب نيني أمامنا اللي بيسجل هذا الهدف في هذه اللحظات. نيني يسجل الهدف في هذه المباراة وهدف التقدم للمنتخب المالي. يطلق صاروخ أمامنا هنا نيني في هذه الكرة، في هذه اللقطة، ويضع منتخب بلاده. منتخب الياباني من مين راح مرر كرة في اليسار، فرصة يابانية، كرة خطيرة. اليابانيين بكرات اليابانيين بروعة اليابانيين. توكيو من أمام سيماكان، توكيو سيماكان، توكيو لم يمر، خوليان ألفاريز، الأرجنتيني يمنح التفوق. بيبي يختار التصويب. صارت النتيجة الرباعي، سجل الليلة، بدأ بوكايو ساكا، جاء باي لينو، لولو رائع، لينو يسجل الهدف الثاني، الهدف الثاني للأتليتيكو. قبل اللبناني في انطلاقة، في محاولة، في لمسة ممتازة خطيرة لبنانية، قريبة هذه المحاولة قوية. الله قمة في الروعة يا باسل، قمة في الإبداع، قمة في الإنهاء. الفوز ولا غيره، التأهل ولا غيره، الفرحة. هذه التحضير فرصة الآن، الفارو في الشبكة، جول، كي جول، كي جول، كي جول، برافو برافو برافو. سانوسي، زيدو سانوسي يلعبها داخل المنطقة، هدف قد يأتي فيها هذه اللحظات. الله الله الله، المشوار في دوري ابطال اوروبا، ولكن يا تورا يا تشافي من يكون الخصم هنا؟ الخطوره هنا، الجول، فيرمر المبكر، فيرمر التي تحتضنها كوت ديفوار في خمس مدن ست ملاعب. كره خطيره، كره خطيره، محاوله تتوغل ايفواريا، كره تصدير، جول، التسديد، جول سكو جول. فوفانا استلم، فوفانا سدد، فوفانا سجل وافتتح مجال التسجيل. اول اهداف البطولة هو هدف ايفواري، اول اهداف البطولة ايفواري. بوبكار يراوغ، سدد بوبكار في الشبكة، جول، سدد بوبكار، صاروخ لا يصدق يا ربي، هدف تقليص الفارق، يحيى امال موريتانيا. المنتخب الأردني خطيرة من هذا المكان، قريبة من هذا المكان لمصلحة المنتخب الأردني، خطير. الله، جول للأردن، يا الله يا أردن، ما قلت.
يتقدم ولكن نجح المان سيتي في التعادل. الجول الثاني امامنا هنا كرة من خوليان الفارس والخطأ القاتل خطأ قاتل من هذه الأوقات باريس. هنا فرصة من كيليان، عرضية تأتي، كرة ما زالت زائر إيميري والتصويب. عاد الباريسي، نعم عاد ستة للمرة الثالثة في تاريخ المارينجي بينما كرة تتصدى. تعادل كرال قال لا للمارينجي، لم تحقق العلامة الكاملة. صدم بيموراتا، تسكون عند لينو البرازيلي، لينو الرابع برازيلي. كرة جول تسديدة جول. جابرييل وبوكايو ساكا وتروسار وجول. عندما يهرب ساكا، عندما يمرر أوديغار، عندما يستلم جابرييل أو تروسار، لا بد أن يأتي الهدف. محاولة لبرشلونة، الرابع. اضرب يا جابي. جابي على القافية يسجل 4-0 للبرشلونة. البرسا يواصل، البرسا مع مصطفى، تصل مرة ثانية كرة سليس عبد الصمد، خطر المنتخب الغاني، خطر من اللاعب محمد قدوس، يسجل محمد قدوس هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من وقت بدل الضائع. لاعب ويست هام، لاعب الهامرز، يسجل كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وسط بقى حالة ارتباك بعد خروج محمد صلاح والارتباك اللي على اللاعبين. يستنى هنا الاستقبال من تامر، يلا يا تامر ولا التصويبة. جول فلسطيني. بطولة، كرة في محاولة، انطلاقة تايلاندية خطيرة للكرة، التسديدة تايلاند تعود وتواصل رحلتها وتواصل مسيرتها ومغامرتها هنا في هذه البطولة. تمرير من إيرموسو، ريكيلمي عرضية تبعة بالدفاع، أطلان يسافر، جول عن طريق كريسو، أطلان سددها، سافر تشوهارت. ركبة أسماء كبيرة، آخر كرات اللقاء منتخب كوت ديفوار، تسديدة فوفانا يسجل، يا على كرة وقسوتها، هي كرة حبة كوت ديفوار، هي كرة ميلة على كوت ديفوار، يسجل سيكو فوفانا أغلى أهداف كوت ديفوار. وصدق أو لا تصدق، صدق أو لا. سما ابن بان تلقى سريع، محاولة موريتانية الآن، فرصة للعودة، التعادل، ريع شفة الموريتاني، يعدل بونا عمر، أنت رائع يا بونا، موريتانيا مانشستر، خلص مانشستر بدنيا، الرابع بالرجلة، والرابع، عن طريق الأربعين، عن طريق نتيجة مشاري كولماتوف، مشاري جميلة، خطيرة هذه المحاولة، تسديدة قوية. في هذه اللحظات أم أوزباكستان تستعيد التقدم.